الرحمن الرحيم. هذه رسالة للسيد شربل وغيره. كل بين فترة وفترة يطلع لنا شخص ينتقص من أهل الجزيرة العربية وأهل الخليج ويقول الخليجيين كذا والسعوديين هكذا، وهذه للأسف نظرة عنصرية قاصرة جدا وممجوجة من جميع الأديان والثقافات والأعراف. حتى شاعر مثل نزار قباني يقول: أيا جملا لم يلجم، الجمل لا يلجم، التلجيم للخيل، وبدوي أكل الجدري منه الوجه والمعصم. شوفوا الاستهتار يا أخي، هذا ما أحد سبق أحد تكلم، حتى المستشرقين الغير منصفين ما تكلموا عن أهل الجزيرة العربية والسعودية والخليج بهذه العنصرية والفوقية. ومن المعلوم أن الغرور والعنصرية والفوقية تؤدي للعقاب، والله العظيم تؤدي للعقاب والحروب الأهلية. من هو اللي أوقف الحرب الأهلية في لبنان عام 1985؟ ليست السعودية. من الذي أعاد إعمارها؟ من الذي فاتح سوق الخضار والفواكه اللبنان على مدى 50 سنة؟ خضارهم تزاحم زراعة السعوديين المحليين والخليجيين، كل مساعدة للبنان وأهل لبنان، إلى أن أرسلوا عاد المخدرات بالملايين، ملايين الحبات المخدرة أرسلوها لنا. هنا يتوقف كفر النعمة لا يؤدي إلا العقوبة. بالمناسبة أنت لما قلت أهل البدو قلتها بفوقية وعنصرية لأنك تجهل وش معنى بدو. خلنا نرجع للغة اللاتينية والفرنسية والإنجليزية اللي أنت تحبها في لبنان طبعا، تقدسوه، بالأخير مالك إلا اللغة العربية والتراث العربي الخارج من الجزيرة العربية، مالك تراث آخر غيره. باللاتينية نوموس، نوموس يعني أول النبات، الإنسان الراعي، النبات. حتى باللغة اللاتينية لها نفس المعنى. بالفرنسي نوماد، نوماد، وبالإنجليزي نومد. وش معناها؟ ارجع لأصلها، الجذر حقها من النمص اللي هو أول النبات، والنومو هو الإنسان الراعي. هذا وش يعني؟ يعني كل اللغات الأوروبية التي تفتخر بها وتعتز بكلامك باللغة الفرنسية جذرها هي لغات ولهجات عربية قديمة تغيرت معانيها. وارجع للكتب الأخرى، امرأ القيس قبل الإسلام 100 سنة في قصيدته العظيمة: سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطني قو فعرعر، يكمل ويقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. ثم وش يقول؟ يقول: لقد أنكرتني بعل بك وأهله ولابن جريج في قرى حمص أنكر. يبدو أن النظرة العنصرية حتى امرأة القيس لاحظها من قديم ضد سكان أهل الجزيرة العربية. ليش؟ لأن الآشوريين قبل 4000 سنة في كتاباتهم تكلموا بعنصرية عن العرب، لأنه حصل بينهم خلاف فباقي هذا في، سبحان الله. يقول عالم الاجتماع، أحد علماء الاجتماع الإنجليز، يقول إن العادات الاجتماعية، العادات الاجتماعية بالأنثروبولوجي تورث فتكون جينات. يا الله، تظل بالجينات العادات الاجتماعية. أيضا في القرن الماضي الكتابات اليسارية والكتابات الاشتراكية والثورية اللي عمت العالم العربي ودمرته إلا بلادنا ولله الحمد، تكلمت عنا أننا رجعيين وأننا متخلفين وأنه بئر نفط. حتى شاعر مثل أحمد مطر يقول: مر أن جمل أبيه مر على البئر النفط قبل جمل أبي، حتى يبغى البترول حقنا. حتى إدوارد سعيد، الدكتور إدوارد سعيد اللي كتب أفضل كتاب علم الاستشراق ويشكر عليه، لكنه أنكر الاستشراق الذي عمل ضد الجزيرة العربية، وهذه نظرة دونية وعنصرية. أقوى أنواع الاستشراق هو ضد الجزيرة العربية، لكنه أنكره تماما. إذن هذا ما يسمى للأسف الشديد، أنا ضد هذه الكلمة، بعرب الشمال. عرب الشمال ينظرون: أين أنت ذاهب؟ السعودية فيها أفضل جراحين في العالم في القلب، في معالجة السرطان، أفضل جراحين في العالم، الفصل التوائم، كل العالم يتمنى، شباب العالم يتمنون يعملون في أبوظبي وفي الرياض وفي المنامة وفي مسقط وفي الكويت.
وفي دبي. بالأخير ارجع العلم الأجناس، البحوث اللي قامت فيها جامعة ليدز البريطانية وبورتو البرتغالية، انظر ماذا قالوا في علم الميتوكوندريال، إن الأصول لكل البشر من الجزيرة العربية، والقرآن قال هذا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ولتنذر أم القرى وما حولها. فمالك إلا الشعر العربي واللغة العربية والتراث العربي البادية. لا تعتقد أنك لما قلت بدو أنك أهنتنا، لكنك أنت قلتها بفوقية وجهل. هنا نقول لك لا لا لا، وقف يا أستاذ شربل وغير شربل، يعني هذه حضارات عاد الأولى وثمود وطسم وجديس وأصحاب الرس وقوم ثمود في الحجر واللحيانيين والدادانيين والأنباط والجرهائيين، هذا في السعودية، ها، وحضارة الفا وحضارة نجران اللي هي رقمات، وحضارة أم النار في 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 أبو ظبي، حضارة ساروق الحديد في دبي، حضارة هيلي، حضارة عمان اللي هي ماجان، حضارة دلمن في البحرين، حضارة فيلك، حضارة الجرهة في المنطقة الشرقية. هذا هو مصدر الحضارات. انظر البحث حق الاستراليين الأخير اللي بس نقب عن المستطيلات، عندنا آلاف أقدم أشكال معمارية على وجه الكرة الأرضية. الآن البحث ما طلع إلا قبل 3 أسابيع إن هذه أقدم من أي أثر آخر موجود في العالم. عندنا ملايين المدافن اللي تعود 10,000 و12,000 سنة. المصدر هنا بدأ يبدو، والبدو هو الأول البادي، آدم عليه السلام وبنيه اللي كلنا في هذه الكرة الأرضية الآن من نسله، خرج من هذه الأرض ونزل في هذه الأرض وعمر هذه الأرض. صحيح حصلت هجرات خارج الجزيرة العربية واللي أنت منها، لكن هو الأصل هذا، فلا تستري أصلك. وأنت الآن تطرب للمعلقات وتطرب للشعر العظيم اللي ذكروه العرب كلهم من هذه الأرض. هذه الأرض أمطرت الآيات القرآنية العظيمة وأنبتت أرضها الشعر أيضا، وأهلها الكرم ونخوة ومروءة وكرامة، ولذلك أنت تتكلم بلغتهم وتكتب بلغتهم.